وننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى لاهاي لنقل مؤتمر صحفي للوفد الفلسطيني في لاهاي عقب انتهاء جلسة لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. الدول حيال هذا الموضوع والرأي الاستشاري، وبالتالي الآن أمام هذه الدول المسؤولية التاريخية بالتعامل مع هذا الرأي الاستشاري بكل جدية ومهنية مطلوبة، وهذا مهم جدا. لا يجوز على الإطلاق التجاهل أو تغاضي عن مثل هذا الرأي الاستشاري. ثانيا، أن هناك الكثير من الدول التي كانت ترعى إسرائيل، تدعم إسرائيل، تحمي إسرائيل في كثير من المناحي وفي المنتديات الدولية. هذه الدول الآن تجد نفسها أمام تحدي كبير، عليها أن تتعامل مع هذا الرأي الاستشاري بكل مسؤولية، أن تلتزم به وتتعامل معه بجدية عالية، وإلا تسقط هذه الدول في هذا الاختبار القانوني، وسوف تسقط ليس فقط على هذا المستوى وإنما أيضا تسقط على المستويات السياسية الأخرى. لهذا السبب نحن نرى أن هذا القرار هو قرار يحمل في طياته الكثير من المعاني، ويتطلب من الكثير من الدول التعامل معه بأعلى مستويات الجدية وتطبيقه بما جاء بحرفياته لأهمية محتواه. تفضل. نور محمد، تلفزيون فلسطين. الحكم التاريخي الذي نطق به اليوم الرأي الاستشاري انتظره الشعب الفلسطيني طويلا، وهو حصيلة مسيرة طويلة من النضال. بعد اليوم ماذا تنتظرون من المحكمة ومن المجتمع الدولي؟ أعتقد أن المحكمة أنهت مهمتها من خلال أنها نطقت بهذا القرار وبرأيها الاستشاري الذي حمل بطياته الإجابات على كثير من الأسئلة والتساؤلات التي كانت تراودنا وتراود الكثير من الدول والمسؤولين على مدار سنوات طويلة. هي بالتالي أغلقت هذه الحقبة من الزمن وأجابت على كثير من الأسئلة. الآن المطلوب هو في كيفية ترجمة ما جاء من هذه الآراء والإجابات القانونية، ترجمتها إلى خارطة الطريق نتعامل معها بكل حرفية كما أشار الدكتور منصور في كيفية التعامل معها وترجمتها للاستفادة منها إلى أقصى درجات الاستفادة. نحن سعداء اليوم ونفتخر بما حققناه بتعليمات وتوجيهات مباشرة من القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، ولكن هذا هو الخطوة الأولى، يجب أن يلحقها خطوات عديدة كثيرة، وهذا يتطلب منا أن نبدأ الآن المرحلة الجديدة في العمل من خلال تحديد ما هو مطلوب وفي كيفية الاستفادة من كل ما سمعناه من 140 صفحة من الرأي الاستشاري لترجمتها إلى خطوات تحقق الإنجازات المطلوبة لشعبنا الفلسطيني. Any other questions? Okay, thank you so much. Thank you very much. Thank you.